النهارده ممكن تكون اغرب فيديو هتشوفوه في تاريخ لعبه فيفا 2022، لان النهارده هقدم لكم الكوره العاديه. ايه محدش بيسقف ليه؟ محدش بيسقف ليه؟ ادع الكوره العاديه، ودي كوره ليفل 2، الليفل اللي هو وحش شويه. شوف 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 ابو صلاح، شوف ابو صلاح، ابو صالح. ايه داي؟ اوكي، اول تحدي سهل جدا بالكره العاديه. عندنا الست كور عايزين نجيبهم في التسعين. الله كريستيانو، الله الله تورنات كريستيانو. اوكي اوكي، دي في التسعين يا كريستيانو. الله عليك يا كريستيانو. شوف دي، انهار ابيض، دي من بعيد بقى. والرضا يا جدع، لا يخط لا يخط الشباك البت. اوكي لازم ما اجيبهاش في الحاجز. اوكي 8850 يا جدع. ثواني ثواني، الكور دي مش عجباني، كبرها لي شويه. يلا هو ده اللي انا قصدي عليه. الله ابلع، يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا جدع، الكوره بتخرم الشبكه. اوكي كريستيانو كريستيانو رونالدو، با با يا جدع، حرام ربنا. اوكي كريستيانو رونالدو، يا نهار ابيض يا نهار ابيض كريستيانو، يا نهار يا جدع بقى، كل كوره في العارضه. رونالدو ابلع، اليسون اليسون اللي واقف في الجول. اوكي انا كده جايب اي اي برضه، ابلع يا نهار ابيض في 90. اوكي اوكي رونالدو 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 رونالدو، اوه يا ربا يا ربا، كرة كبيرة يعني، ما هياش كرة كبيرة، ما تعتبرش كرة كبيرة. عايزين ليفل اعلى من كده، يريدون ليفل اعلى من كده، انا اجيب ليفل اعلى من كده. الليفل التالت، الليفل ابو صلاح، ركز ابو صلاح ركز، اوعى تدخل في الكوره، ابلع اوه يا ربي، تعالى تعالى ابلع يا جدع، سهله بالنسبه لي صدها وربنا. انا مش عاجبني حجم الكور كده، لا انا عايز ليفل اعلى، كبر لي كمان الكور شويه. اللي انا بتكلم عليه هنعمل من الكوره دي تحديين. اول تحدي ان انا اجيب في 90. شوف بقى شوف بقى دي، شوف دي شفت دي، خلصت أربعة في حتة يا جدع، خلصت أربعة في مرة واحدة. أوكي رونالدو، يا نهار أبيض يا جدع، الكورة بتخرم الشبكة وتروح. رونالدو تعال 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 تعال، خلاص أنا قربت أخلص، ابلع. أوكي ما جاتش. ورونالدو يا جدع، لا عايزينها هناك بقى، عايزينها هناك يا جدع، العارضة ممكن تتكسر فيها بسرعة قبل ما العارضة تتكسر. يا رب يا كريستيانو، فيه يا جدع احنا سايبينها هناك. الله، في مرة خلصت كله وربنا العرضة اتكسرت يا جدع، كله بيتدشدش. اوكي ابلع، الله كسرت كسرت كل حاجة. خلينا نكمل بالكرة دي التمرين اللي بعده. اوكي عندنا عندنا سبع كور دلوقتي نشوطهم على على اليسون ومخيل برونو يا جدع، صعب صعب صعب. اوكي برونو، مخيل برونو، خش في الشبكة يا نهار ابيض، والله صعبان عليا اليسون. اوكي اوكي انهار ما كريستيانو، لا ده برون، روح يا كريستيانو، والله حلوه كريستيانو، انهار يا اليسون، ازاي بيصد ما اعرفش اليسون، ما هو سهل اصلا يصد. اوكي ميخيل، يا تسلل ازاي، طيب بيحسبوا التسلل هنا ازاي. اوكي كريستيانو رودو، يا نهار ابيض يا جدع، يا نهار ابيض يا جدع، يا نهار ابيض، افرج الهريخي. اوه ربا يا ربا يا ربا، والله مستحيل. اوكي عرفت عرفت تلعب بيها ازاي. الله الله يا علي سلازيه، شو كده عم بيلبس الكوره. اوكي مخيل مخيل برونو لرونالدو، يا راح. اوكي اوكي عرفت عرفت عرفت، روح يا مخيل يا ربا، مخيل برونو فرنانديز، ابلع ابلع. اوكي مخيل برونو رونالدو، وسهول، لا 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 يا الله يا جدع يا جدع يا حرام وربنا. اوكي عرفت عرفت تسلل، لا لا تسلل، وميخيل برونو يا ربي. اوكي اوكي على الاقل جبت الاخضر، الاخضر اهم حاجه، الاخضر فندق نور وسهول. اوكي فاضل لي واحده، فاضل لي واحده يا كريستيانو، كده تسلل ما تلمسهاش. يا مش عاجبكم الليفل الثالث يعني، عايزين نشوفوا الليفل الرابع. الليفل الرابع زي ما انت ابلع ابلع، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، يا انا هتكبر حبه كمان، خلاص مش هنعرف ندخلها الشبكه كده. تعالى كورتوا ستنجلد،
هديك الطربة اللي هدخل. ايه ده ابو صلاح؟ ايه ده يا غالي؟ ايه ده ابو صلاح؟ ايوه ايوه مهر بالكوره مهر، ارميها لورا يا ابو صلاح، ارميها لورا يا ابو صلاح. انت مش مهاري ولا ايه؟ اوكي هتبلع دلوقتي يا كورتوا، هتبلع دلوقتي يا كورتوا. زق الكوره ابو صلاح، لوعه كورتوا دي. كريستيانو رونالدو هيشوط 5 بنالتيات على اليسون. اوكي معرفش ازاي هتدخل هنا بالكوره دي، لكن هتدخل هتدخل، لان ده هو اوكي كريستيانو. ابلع اليسون ابلع كريستيانو. دخلت ولا والله ما اعرف. رونالدو ابلع، لا ما بتخشش باين. اوكي كده خشت كده خشت. اوكي اوكي اخر محاوله. اليسون عجيب، لا ادري كيف ايه اللي هيحصل هنا، ما اعرفش الصراحه. حتى مش شايف في جدار باين المفروض ورا الكوره، مش شايفه. خلينا نشوف رونالدو استونو. دي النيله لازم ما تخبطش، هنحاول نرفعها نرفعها وتنزل استونو. في العرض هدي عند اليسون في الحته الفاضيه بقى. ابلع يا رب، في حاجه زي كده انا مش شايفه. ياه اوكي تتجاب ازاي دي والله ما اعرف تجيبها ازاي. اوه صعبه يا جدع، مستحيله وربنا. ياه ابلع اليسون، يا نهار ابيض دي الشاطه، بس مش عارف لسه كمان هنكبرها شويه يا جدع. تخيل اوه في العارضه كلها حلوه بس في العارضه. ابلع اليسون يا ربي يا رب. بص هشوطها له، شوطها له هنا. لا يا رب دي هتدخل باذن الله. كره واحده بس يا جدع، كره واحده بس تدخل يا جدع، يا جدع كره واحده بس تدخل. الله حرام. ابلع يا رب يا جدع، انا مش شايف الحاجز اصلا. اوكي شوف دي شوف دي، يو الله يخرب بيت الحاجز. في لعيبه هندخله. ايه ده يا غالي؟ عندنا كام كرة؟ عندنا 2:09، دقيقتين وتسع محاولات. كل ما ننجز في الوقت هنعمل اكتر. اوه اليسون يا اليسون يا زين. اوكي اوكي يا رب، يا نهار ابيض يا جدع. اوكي عندنا بقى العرضية، العرضية حد يشوطها بالراس يا رجالة، وبالراس بالراس. سانشو سانشو اعمل حاجة يا سانشو. اوه كريستيانو يا ربي. اوكي ايه ده؟ يلا تاني 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 تاني. كرة على اللعب مش عايزة تترفع في الركنية. يا دي النيل الوقت بيعدي. اوه حاسس انها مش عاجباك وكده، مش عاجباك يعني. طب تعال روح ابو صالح، روح يا فخر العرب. شوط يا نهار ابيض يا كورتوا، التمرين ده ولا انا كنت عايزه من زمان. الله يا نهار ابيض. اوكي هات ابلع يا نهار ابيض. يا جدع ركز ركز يا كريستيانو، ركز يا الدون، ركز يا الدون يا الدون، ركز يا الدون يا الدون، ركز يا الدون. يا جدع شوط يا كريستيانو، شوط شوط يا ربا. يا نهار ابيض يا جدع، ولا واحده دخلت لحد دلوقتي. وسوي نهار ابيض كريستيانو، يلا شوط يا رونالدو. يا نهار ابيض يا جدع، يلا ما تشوط يا كريستيانو على الشبكه يا اليسون عزيز. اوروبا في العرض، هي هتدخل اصلا الكره الحجم ده؟ هيدخل هيدخل ولا لا؟ هنشوف. على على يا رب يا رب، ابلع ابلع يا اليسون عزيز. يلا يا اليسون سيبها تدخل، انت تاريخي ملك يا ربي. يا جدع علم بالكرة كريس، مش عارف يلمها، مش عارف مش عارف. طب دوروا عليها طيب الناحية التانية. اوكي اوكي ارفع اترفع ايه، يلا اضرب يا رونالدو. ما بتدخلش باين، ما بتدخلش الحجم ده ما بيدخلش. يلا الله الله، تعالى تعالى كريستيانو. يا نهار مش عارف انطحها منين يا جدع. الله الله صعبان علي. رونالدو يا نهار رونالدو يا ربي بقى، ما اعرفش الكورة دي تخش. اضرب شوط تخش تقريبا والله اعلم. شوط يا اليسون زفت، عايزين نجرب. سيبها يا اليسون وحياة ابوك مره، عايز اجرب بس، عايز اجرب وبعدين رخم. يا جدع مش عاجباكوا دي كمان؟ مش عاجباكوا دي؟ طب ايه رايك في دي بقى؟
ايه رايك في دي ابو صلاح؟ شوط شوط ابو صلاح، شوط شوط ابو صلاح، شوط هنا وهنا. ما كانش عاجب الكوره دي يعني؟ يبقى دي جبت لكم الكوره، ما اعرفش دخلناها ازاي. ابو صلاح هيموت عشان يمشي الكوره. انا مستحيل اديله امر انه يشوط، مستحيل. شوط ابو صلاح، شوط ابو صلاح، شوط ابو صلاح، ابو صلاح، ابو صلاح، ابو صلاح. انت بتعمل ايه؟ ما تحاولش، ما تحاولش تنسى ظهرك ابو صلاح. يا ابو صلاح، يا ابو صلاح، ماذا تنيل، ماذا تنيل ابو صلاح؟ شايف، انتوا شايفين ولا لا؟ بس الكوره بحجم مبنى مش هتبان في الجيم بلاي، بس شوفوا الاعدادات دي، كره حرفيا بحجم مبنى. نهار ابيض، اللعبه لحد دلوقتي ما طلعتش، ما خربتش ازاي؟ مش فاهم. الكره هتبقى اكبر من يا نهار ابيض يا جدع، يا نهار، والله الكره اكبر من الملعب. كره حرفيا نص الملعب، نصه فين واي؟ ايه والله مستحيل، والله ما اعرف هيلعبوا ازاي، هيلعبوا ازاي الكره دي؟ عشان تحركها ممكن تكسر ملعب الاولد ترافورد كله. دخلت ازاي دي؟ انا ما اعرف دخلوها ازاي الكره دي، دخلت الملعب ازاي، كيف؟ اوكي هعمل اخر تجربه، واني اخلي الكره اكبر من كوكب الارض، تخيل. الكرة مش موجودة اصلا، لان الكرة اكبر من اكبر، كرة اكبر يعني ممكن تكون قد الارض، جبنا الارض حطيناها في الارض، الكرة مش باينة، الكرة مش باينة، هدع الحتة الصغيرة بتاع الكرة دي يعني جايبة الجماهير كلها كلها. رسميا فكرة الكرة قد كوكب الارض بقت بالفشل لك. انتوا عايزين الفيديو كله هتحرك هجم ضعف وصرا لك، كان معاكم عم